بتعرف عم بتحكي عن الاوتو تيون. انا هلا تعرفت على جانر اسمه مهرجانات بمصر وبيستعملوا كل وقت اوتو تيون بس بيستعملوا كلماتهم كمان وصار في حمله اعلاميه ضدهم ورا مين هاني شاكر او شيء هاني شاكر شاكر عم بيقول انه لا لازم نقطعهم بفحص موسيقي كرمال نفرجي انه هول عن جد فنانين. شو بيضحك لانه كان عم بيشوفوا انه الجيل الجديد او الجيل الصغير صار عم بيلجا للمهرجانات وبطل عم بيأيد الفن القديم ما حسميه قديم او راذر الفن التقليدي. وبتشوف انه اتس ريديكولس صار في مؤامره ضد هول العالم لانه عم بيرفضوا التطور. يو نو ذاتس ات. هذا اللي كنت حابب اقوله, هو رفض للتطور. انت رابر بعدين كان في مساله انه ممنوع الفلاشه, قال لك بلاكوز انت عندك انت رابر او يو نيد از ا مايك اند ا بي ها هي. فالرابرز يكون عندهم الفلاش ديسك يحطها في الميكس ان ياز ا بيت دان. لا 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 لازم يكون في فرقه موسيقيه, لازم يكون في عالم تعزف هاني شاكر هو تولد يو مان يعني تحياتي لك بس لك نو مين هاني شاكر؟ نو هيز ا ليجندري مغني مصري قديم هو نقيب الموسيقيين الان في مصر. فهو هي كان يعني يمنع ناس يأدوا, فطلع من فتره وقال هذا الكلام ولكن صوت الشعب هو اللي انتصر. ايه ما زبطت معه نو ينزلوا على الطرقات ويعتصموا ويعملوا كل المشكله الكبيره. يعني شوف مصر يعني لما نتكلم عن الراب العربي, المغرب العربي از ا بيست وحش كامل. ليه؟ لأنه الرابرز بدأوا يشغلوا في الراديوهات, بدأوا في مهرجانات زي قرطاج وموازين اللي هي أكبر مهرجانات في العام العربي وأحد من أكبر مهرجانات في العالم. بدأوا يدخلوا الراب. كيف بدأ هذا الموضوع؟ من الراي. راي أكيد. So كانوا كثير ناس يدخلوا الراب مع الراي, سو دخل بالثقافة المغربية الجزائرية التونسية. سوري بس للأشخاص اللي ما بيعرفوا شو هو راي فيك تشرح لهم بالضبط؟ Yeah, راي is of course started from Algeria, نوع موسيقي and it started off as a خلاص فن من يعني North Africa and يعني people like شاب خالد, شاب مامي, legends. فكان في كثير تعاونات مع رابرز مع ناس بيأدوا راي. So الراب دخل على بيت كل شخص and it became part of it. So المغرب العربي أرقام وراديو سبورت وأرقام خيالية عندهم البيئة الحاضنة. There's a rapper his name is El Grande Toto, بخلال شهر جاب 300 مليون ستريم على سبوتيفاي. مش معقول 300 مليون, حتى طلع في الألبوم لك الناس اللي برا who the hell is what's this guy. يعني واللي مصر اللي بيسويه الآن اللي أنت قلته, صار في دمج للأغاني الشعبية المصرية مع الهيب هوب, صار في كونكشن مع الشعب. Yes, Egypt is 100 million people, 100 مليون شخص ساعد أكيد. ولكن I think بعد الثورة في مصر طلعوا كثير artist وصار السقف كمان عالي. And rap is that. بس دحين when we talk about rap, Arabic rap, المغرب العربي ومصر is شيء يخوف صراحة وشيء جدا فخور فيه. أنا I've seen it. كيف تشوف شيء يكبر قدامك؟ It's a beast now. بس عندي سؤال. تعرف